مساء الخير. مدينة الباب التي سيطرت عليها الفصائل منذ 3 سنوات تحت نيران الطيران الروسي في تطور خطير هو الأول من نوعه بعد هدوء طويل نسبياً، كون المدينة ضمن منطقة درع الفرات أي تحت الحماية التركية وضمن النفوذ التركي، وتقيم فيها أنقرة أكبر قاعدة عسكرية لها في الشمال السوري، ما ينذر بدخول المنطقة بمرحلة جديدة لا خطوط حمراء فيها بالنسبة للروس. لطالما تذرعت روسيا بوجود ما تسميها جماعات إرهابية لقصف المنطقة التي تستهدفها، ولكن هذه الحجة ليست موجودة في الباب، ما يدل على خلاف تركي روسي وصيف ساخن مرشح للانفجار. وقد تكون التطورات الإقليمية والدولية التي تتشابك فيها خيوط الطرفين أحد أسباب تصعيد النزاع بينهما، ويبدو أن روسيا تريد أن تنتزع تنازلات من تركيا عبر الضغط عليها في الشمال السوري. التصعيد الروسي لم يقتصر على قصف الباب فحسب، وإنما شمل أيضا منطقة جبل الزاوية التي تشهد قصفا متواصلا منذ أيام، وتتذرع روسيا باستهداف جماعة مجهولة للدورية العسكرية المشتركة. تلك الجماعة تدعى كتائب خطاب الشيشاني، والتي لا تعرف أغراضها ولا من وراءها، فيما أشار مراقبون إلى أنها صنيعة استخباراتية يراد استغلالها للتنصل من الاتفاقات الموقعة مع تركيا، بزعم أن روسيا تحارب الإرهاب لحماية أمنها القومي. فما هو موقف تركيا من قصف مدينة الباب؟ ألا يعد هذا القصف تحديا مباشرا لها؟ ألا ينذر هذا التصعيد الروسي بتوتر العلاقات مع الطرف التركي، ما يعرض اتفاق الهدنة للانهيار؟ ألا تخشى روسيا من تفجير الوضع مع أنقرة، كونها تدعم عشرات آلاف المقاتلين؟ وإذا ما دعمتهم بشكل مباشر، ستتطور الأحداث بشكل يخرج عن السيطرة. ما الذي تريده روسيا من هذا القصف، وما هو مبررها هذه المرة؟ أليس من الأفضل لروسيا أن تبقي الأمور هادئة وتحت السيطرة التركية؟ لماذا تكثف روسيا من قصفها على جبل الزاوية أيضا؟ هل تستعد لعمل عسكري كبير في المنطقة؟ ومن هي كتائب خطاب الشيشاني تلك؟ كيف ظهرت على ساحة الصراع فجأة؟ من يقف وراءها؟ ما هي أهدافها وعلاقة الاستخبارات الروسية بها؟ هل ستكون مطية روسية للهجوم المقبل على إدلب؟ مرحبا بكم إلى تفاصيل. سيارة مفخخة تستهدف دورية روسية تركية مشتركة على طريق M4 جنوب إدلب، ولأجل المصادفة توثق عدة كاميرات روسية لحظة حدوث التفجير بالزمان والمكان المناسبين. ولمزيد من الإثارة والأكشن إن صح التعبير، يطل علينا تنظيم مخابراتي جديد لتبني التفجير، وهذه المرة بمواصفات وقياسات وتفصيل متساو يرضي الجميع. يبدو الاسم ولوجو التنظيم صغيرا في الصورة الأولى، وفي صورة ثانية نستطيع قراءة اسمه بوضوح، كتائب خطاب الشيشاني، لكن في صورة ثالثة يكاد اللوجو والاسم يدخلان بوجوهنا. إذن اسم نموذجي وقسمة عادلة، العلم الأسود اشترار لداعش وإسكات أو إرضاء لأمريكا، وخطاب الشيشاني تبرير وإرضاء لروسيا. والآن وللتأكيد، ما هو اسم التنظيم الجديد؟ مين أنا؟ سوسو السفاح. ما سمعتكم؟ سوسو السفاح. لكن الاسم المرعب لتنظيم كتائب خطاب الشيشاني مجهول صراحة، وتفاجأ به سكان المنطقة بمن فيهم من فصائل على الأرض. يلا نلع على البيت انت. طيب لك. يلا قدامنا شو. هنا تتكفل قنوات الميادين والعالم الإيرانية ومواقع ميليشيا أسد بمهمة الترويج للإنجاز المخابراتي، مكتفية بالاسم والشكل، وصولا للقنوات الروسية التي كان لها السبق الصحفي بنشر فيديوهات التفجير حتى قبل عودة عناصر مخابرات خطاب الشيشاني من إدلب إلى مناطق سيطرة النظام. وما هي إلا دقائق حتى بدأت طائرات الاحتلال الروسي وميليشيا أسد وصواريخ الميليشيات الإيرانية بقصف مدن وبلدات إدلب، فقتلوا طفلة ورجلا وأصابوا آخرين بجروح في أريحة وكنصفرة وكفر عويد والدقماق وحميمات والبارة.
أي أن التمثيلية المخابراتية الأخيرة التي لم تقتل روسياً واحداً كانت خطة وذريعة لخرق اتفاق وقف إطلاق النار وقتل وتهجير أكثر من 4 ملايين شخص ما زالوا في إدلب. بالمناسبة في هذه الصورة 3 عناصر مخابرات تونسي وأندونيسي وآخر أجنبي يدعون مجيئهم لسوريا لنصرة السوريين. أما 3 الجالسون بانتظار قتلهم فهم السوريون ذاتهم، الأول مدني والبقية جيش حر. وعلى هذا تستمر ألعوبة التنظيمات المخابراتية، وفي إنجاز الحرس الثوري وروسيا وأفرع مخابرات أسد بالتنظيم الجديد تساءل ناشطون كم عبث هؤلاء وغيرهم بدماء السوريين، وكم عدد ضباط وعناصر المخابرات المنتشرين في الشمال السوري، وكيف تجاوز إجرام هؤلاء وغيرهم من مخابرات مسألة الثورة السورية إلى عملية تشويه ممنهجة للدين الإسلامي الحنيف ورسالته لخلق أجيال خائفة مزعزعة محكومة ومتهمة، تارة بتوقيع داعش وأخرى بكتائب تركستانية، وأخيرا بتوقيع شيشاني مجهول المصدر معلوم الهدف والغاية. يبل 40 أريحة. أرحب بضيوفي عبر سكايب من إسطنبول بالدكتور سمير صالحة الأكاديمي والمحلل السياسي، بضيفي عبر سكايب من موسكو السيد أندري أنتيكوف المحلل السياسي الروسي، وعبر الأقمار الصناعية من إسطنبول بالعميد أحمد رحال المحلل العسكري والاستراتيجي. مرحبا بكم جميعا ضيوفي الكرام. إلى تفاصيل أبدأ معك سيد أندري أنتيكوف من موسكو، ما الحجة ما المبرر الجديد اليوم لدى روسيا لقصف مدينة الباب القريبة من الحدود التركية الواقعة تحت الحماية التركية ضمن الاتفاقات بين روسيا وتركيا؟ يعني أنا أعتقد كل ذلك نتيجة تطورات الأحداث الأخيرة، عندما استهدفت الجنود الروس والأتراك والدورية المشتركة الروسية التركية، فطبعا روسيا قالت أكثر من مرة بأن يعني من يخرق نظام الهدنة في إدلب هذا بالنسبة لجبل الزاوية، هي قصفت على جبل الزاوية، أنا أسألك عن مدينة الباب بالشمال. نفس الشيء، أنا أعتقد على كل حال روسيا لم تتخلى عن فكرة مكافحة الإرهاب، ودائما تقول بأن هي متمسكة بهذه المسألة. وطبعا كل ذلك، بس سيد أنتيكوف مدينة الباب لا يوجد فيها مثل إدلب هيئة تحرير الشام وأنصار التوحيد وحراس الدين، فيها الجيش الوطني، فيها فصائل تابعة لتركيا، ولكن على ما يبدو كانت لدى روسيا أي الأهداف معينة لتقوم بمثل هذا القصف. على كل حال النقطة المهمة في هذا السياق بأن أنا متأكد 100% بأن هذا القصف قد أتت بالتنسيق مع الجانب التركي، يعني لا يمكن أن يكون هناك أو تكون هناك خطوات أحادية روسية في هذه الظروف على كل حال أو على الأقل. لذلك يعني روسيا أبلغت الجانب التركي عن نواياها، وبعد ذلك قامت بهذا القصف. لماذا لم تعلن إذن الخارجية الروسية والدفاع أو أي من المتحدثين الروس عن أن هناك تنسيق مع الجانب التركي أو عن الهدف من الغارة، بحكم أن المنطقة يعني هناك لا تشهد عمليات عسكرية منذ زمن، حتى يعني منذ تحرير المدينة من تنظيم داعش من 3 سنوات 2017؟ سيدي روسيا دائما تقول ذلك، دائما تقول أن هناك تنسيق مستمر ما بين روسيا وتركيا، كان هناك الاتصالات حتى على مستوى الرئيسين مؤخرا، يعني على مستويات مختلفة أيضا، أليس هو التنسيق ما بين الجانب الروسي والتركي؟ لذلك يعني التنسيق موجود، يعني تبادل الآراء موجود، فلذلك يعني برأيي الشخصي كما ذكرت سابقا لا يمكن لروسيا أن تقوم بالخطوة واحدة دون تنسيق مع الجانب التركي، بسبب أن نحن نشاهد حقيقة الأوضاع حشة في إدلب، وروسيا أيضا قالت أكثر من مرة بأن لا يمكن إيجاد حل للأزمة السورية بشكل عام وتحديدا لما يحصل في إدلب دون احترام مصالح للاعبين الأجانب، بما في ذلك طبعا تركيا. وأيضا هناك نقطة مهمة الأخرى، لا ننسى عن ليبيا، ونحن نشاهد الآن مشاورات المكثفة ما بين الأطراف المختلفة، بينها طبعا طرف الروسي وطرف التركي. ويعني غيرت سيد أنتيكوف، غيرت وجهة نظرك في حلقات سابقة، دائما ما تقول الملف الليبي منفصل عن السوري ولا يمكن الربط بينهما وما إلى ذلك. الآن
الآن نحن نشاهد بأن الأوضاع تتغير، ويعني أنا طبعا الأوضاع منفصلة، ولكن في نفس الوقت الكل الآن ينظر إلى ليبيا، وكل ينتظر كيف ستتطور الأمور حول ليبيا. طيب. أنا أقصد يعني في حال نحن نشاهد فشل في التنسيق بين أطراف المختلفة، في حال نحن نشاهد يعني تصعيد على ساحة القتال في ليبيا والتفكك في التنسيق الروسي التركي في ليبيا، فطبعا هذا الأمر سينعكس فورا على سوريا. ولكن في هذه اللحظة تحديدا نحن نشاهد تمسك الروسي بهذا التنسيق مع الجانب التركي في ليبيا وفي سوريا. مفهوم. لذلك أنا أقول لو سمحت، لا تريد روسيا أن تشجع أو أن تقوم بتصعيد الإضافي التي لا يمكن أن توافق عليها تركيا في سوريا بسبب أن هناك الخلافات موجودة حول ليبيا. طيب دكتور سمير صالح، أنتقل إليك، ضيفي من إسطنبول الأكاديمي والمحلل السياسي، ورحب بك معنا من جديد. بداية، هل صحيح أن تركيا تعلم بموضوع قصف الباب من روسيا قبل تنفيذ العملية، وما المبرر أو ما الهدف الذي حققته روسيا من هذا القصف؟ مساء الخير للجميع. أولا يعني أنا أتابع منذ يعني ساعات الموقف التركي حول ما جرى في الباب، حتى الآن لم أرى يعني تصريح رسمي تركي واضح، لكن رأيي الشخصي أنه في الآن أكثر من مسألة. كنا نناقش مع روسيا موضوع إدلب، موضوع الاستهداف كما أشرت أنت أيضا، الدوريات المشتركة، وموضوع كيف سيتم التعامل مع هذه المجموعات المتطرفة، وبدأنا الآن نرى شيء جديد على الأرض، موضوع الباب مجددا. رأيي الشخصي نعم، الآن في محاولة للربط بين موضوع إدلب وربط المسألة بالباب، وربطها أيضا مع الأسف أقول هذا الكلام بالملف الليبي. خلينا نتناولهم نقطة نقطة دكتور سمير إذا بتسمح لي. بالنسبة لموضوع الإدلب وما حصل في الباب، يعني كان بإمكان روسيا أن تكتفي بالقصف على جبل الزاوية أو الغارات التي اعتدنا عليها من روسيا، لماذا الباب؟ لماذا مناطق درع الفرات؟ الباب فيه أظن يعني طبعا كما قلت لك قبل قليل رأيي الشخصي، هذا التحليل من عندي، نعم، أن تكون روسيا تحاول أن تلعب ورقة البي واي دي وقسد وغيرها في إرسال رسائل إلى أنقرة بأنه الانفجار الوضع على خط سرت الجفراء قد يقابله انفجار آخر أمني عسكري في شمال سوريا على خط الباب تحديدا. طبعا لا أملك معلومات موثقة أخي، نعم، أحمد، هذا تحليل ورأي شخصي فقط. أي مفهوم. وأتمنى أن أكون مخطئا في التقدير. لماذا؟ لأنه أي تفجير روسي أو تحرك روسي باتجاه لعب ورقة قسد بهذا الشكل ضد تركيا للتأثير على قراراتها في ليبيا يعني تدهور وتراجع كبير في العلاقات التركية الروسية. وهذا ما لا يريده الطرفان، صحيح؟ لا نعرف أخ أحمد. تركيا طبعا لا تريد ذلك، هذا رأيي الشخصي، لكن بينما يعني نحن نحاول أن نناقش طريقة الرد على هذه المجموعات المتطرفة في إدلب والقضاء عليها وإخراجها من المشهد، وجدنا هذا الخرق المهم في الباب. أتمنى أن يكون خرق بسيط ويتم من خلال التنسيق التركي الروسي تجاوزه مرة أخرى، لكن طيب. دخول النظام والرد العسكري التركي يعني فعلا أنه في أكثر من رسائل يتم محاولة توجيهها إلى أنقرة عبر عمليات من هذا النوع. جميل، سأعود إليك بعد قليل، أرجو منك البقاء معنا. أنتقل إلى ضيفي أيضا من إسطنبول، سيادة العميد أحمد رحال المحلل العسكري والاستراتيجي، ورحب بك معنا من جديد. سأدخل معك بقى بالتفاصيل العسكرية والأمور اللوجستية. كتائب خطاب الشيشاني، هل سمعت بها من قبل، تلك التي تقول روسيا أنها قصفتها في الباب وأنها المسؤولة أو التي تبنت موضوع التفجير الدوريات المشتركة على الطريق M4؟ مساء الخير أخي أحمد، تحياتي لك ولكل ضيوفك ولكل السادة المشاهدين. مساء النور. يعني أول شيء ما بدي يكون عندنا في كتاب اسمه خطاب حتى تقصفها روسيا يعني؟
يعني هذا الكلام بعيد عن الصحة، بعيد عن المصداقية، بعيد عن كل كلام. يعني كلنا بنعرف اختيار اسم خطاب الشيشاني بما يعنيه من خطاب الذي أذاق الأمرين للاتحاد السوفيتي في أفغانستان، وبالتالي هو عملية استعارة. والشيشاني أيضا عندك عمر الشيشاني اللي كان بداعش وقتلوه، قيادي كبير. تماما. يعني لما رجعنا على التفجير كخبراء أمنيين وراقبناه وطلبنا من الأخوة الموجودين بالداخل، يا جماعة صورونا محل التفجير، يعني المنطقة ما فيها حفرة بعمق 5 سنتي ما فيها، وكأنه العربية اللي تم تفجيرها أو السيارة تم تفجيرها موضوع فيها مواد مشتعلة فقط لتعطي كتلة وهج. لما اليوم عرضت قاعات تحميميم عربة البي ام بي اللي تم إصابتها، العربة مقحوطة البوية تاعيتها فقط لا غير، يعني ما في شيء نهائيا. وبالتالي دائما بهيك حالة بتشوف انه الموضوع وكأنه مفتعل. هلأ لو رجعنا للصورة بشكل عام، وانا دائما على برنامجك ويمكن نفس الضيوف اللي كانوا موجودين معنا، كنت دائما انا اربط الملف الليبي بالملف السوري، وكان الضيوف يخالفوني الرأي يقولوا لا هذا ملف منفصل. صحيح. ما يحدث في سوريا لا علاقة له بسرت ولا علاقة له بجفرة ولا علاقة له بقاعد لوطية، وأنه لا هون في تفاهمات تختلف عن تفاهمات. لا اليوم يا جماعة خلونا نحكي بصراحة. بس اسمح لي بنقطة يا سيادة العميد، أنا آسف للمقاطعة، رح نحكي بهالنقطة وأعطيك المجال تحكي فيها بشكل موسع، بس لو وسق كلامك قبل شوي. إذا لا يوجد هناك شيء، أنت سوري ومطلع على كل الفصائل العاملة حتى الراديكالية أو الجهادية منها، لا يوجد شيء اسمه كتائب خطاب الشيشاني، هذه نقطة أولى. السؤال هون، لماذا تبنت هذه الكتائب الوهمية بين قوسين هذه العملية، ولم مثلا ينسبوها إلى أنصار التوحيد، حراس الدين، أي فصيل آخر متشدد؟ لا هون في عامل معنوي، يعني يقال من انه الولايات المتحدة الامريكية مستعدة تعمل اي شيء في العالم الا انه تعيد ترجع الصومال، لان ازل الجيش الامريكي بالصومال وتم سحب الجنود بالعربات. وايضا الروس عندهم قلق دائم من كلمة خطاب الشيشاني، من كلمة عمر الشيشاني، هذا الكلام. وبالتالي عملية الاختيار الاسم ليس الا فقط لاعطاء صوت عالي او لاعطاء أحقية للروس بعملهم، وأنهم عم يكافحوا الإرهاب، وأنهم عم يقاتلوا الإرهاب، ومن أنهم هن إجوا على سوريا ليمنعوا الإرهاب من الامتداد للدول الروسية أو لروسيا الاتحادية، ومن أنهم حربوا في سوريا هي عملية حرب استباقية، وأنه لو ما أجا الروس على سوريا كانت كل الفصائل اللي تتبع للأوزبك وتتبع للتركستان كانت ستذهب إلى روسيا لتقتل الشعب الروسي. يعني هاي البروباغندا الإعلامية اللي اعتمد عليها بوتين، اللي اعتمد عليها شفيغو، اللي اعتمدت عليها وحتى المحللين السياسيين اللي بيطلعوا على الفضائيات. يعني أنا بعذرهم سواء ضيفك ولا كل الضيوف اللي بيطلعوا، وأنا عشت في الاتحاد السوفيتي وعشت في روسيا وبعرفهم جميعا. اليوم لما بيكون في عندك قرار من أعلى سلطة في روسيا ممنوع تداول أي خبر عن سوريا بالوسائل الإعلام المرئية ولا المسموعة ولا المكتوبة، لا يكون صادرا عن غرفة العمليات أو عن وزارة الدفاع. هذا بمعنى أن هناك احتكار للخبر، وبالتالي بيطلع ضيفك وبيقول لك من أنه ما يجري في الباب هو عملية تنسيق مع تركيا. تركيا إذا تنسق العمل مع روسيا وتقصف الباب هي كمان يطلق النار على قدميه. وبالتالي اليوم عملية خطاب الشيشاني يعني اليوم هو خلق ورقة جديدة، يعني خلصت، استهلكت هي تحرير الشام، استهلكت حراس الدين، استهلك الأوزبك والتركستان، تعالوا اليوم لحتى نستهلك أو نحط ورقة جديدة على رقعة العمل، على رقعة الشطرنج التركية الروسية، ونقول خطاب الشيشاني جديد، ونوجد لنا مبرر لحتى نهجم، لأن هدوك الفصائل أعطيت لتركيا مهلة للتخلص منهم. اليوم من نهجم على الباب ما فينا نقول حراس الدين، من نهجم على الباب ما فينا نقول هي تحرير الشام، ولا فينا نقول داعش، لأنه هذه الفصائل إن يعني لا تخجل أن تتبنى أي عمل، تعلن عن كل شيء إن كانت مثلا مسؤول عن هذا التفجير. لا ستعلن، لا هذا الجيش الإلكتروني الأسدي أخي أحمد،
أخي أحمد، هذا الجيش الإلكتروني الأسدي يعني اليوم عملية الرد، يعني اليوم خلونا نقرأ الصورة بشكل واضح. برجع وبأكد، اليوم خلاف أمريكي روسي، اليوم توافق تركي مع أمريكا، تجميد الاس 400، كلام أمريكي تركي عن وضع فاغنر على قائمة الإرهاب. اليوم موسكو اضطرت تسحب للمرة الثانية فاغنر من ليبيا، تبعدهم باتجاه مناطق تانية بالشرق. اليوم في تحضير انه يقال هناك معركة في سرت اصبحت وفي الجفرة قريبة. اليوم ايضا هناك استحقاقات، وهنا النقطة المهمة اللي ما حد انتبه لها نهائيا. اليوم انا عندي اتفاق بوتين اردوغان مكون من 4 مراحل، وقف اطلاق نار، والمرحلة الثانية تسير دوريات. لو وجدنا هدول صالح مين؟ هدول صالح موسكو. صحيح. طيب البند الثالث والرابع، إعادة انتشار وعودة النازحين. هدول لمين هدول؟ هدول لتركيا. نعم. إذا اليوم لما كانت الدورية رقم 21 هي آخر دورية، بعد منها لازم بقى ينسحب النظام حسب الخرائط المتفق عليها باللجان الفنية التركية والروسية. لازم نخلق سبب، لازم هذه نفجر. نقطة مهمة جدا، ولاحظ عملية التفجير كيف صارت. وفاتتنا أيضا في الحلقة، إذن هذه الدورية كانت الأخيرة قبل المرحلة التي هي ستكون الثالثة في الاتفاق أو البند الثالث الذي يقضي بعودة النازحين واللاجئين، والدورية الأخيرة 21 والأخيرة يعني مرحليا. اليوم الدوري امبارح كانت هي الدورية رقم 21 آخر دورية، بدهم ينتقلوا للمرحلة الثالثة. المرحلة الثالثة هي خرائط، وحتى تم تسريب بعض الخرائط من جانب تركيا، وقيل أن الانسحاب قد يكون إلى سراقب، معرة النعمان، خان شيخون. هناك تغيير في بعض النقاط التركية، هناك انسحاب للجيش والأمن الأسدي، هناك وجود لشرطة تركية، هناك وجود لشرطة عسكرية روسية، هناك بقاء لمؤسسات النظام اللي بتخص الدفاع المدني والسجل المدني وهالأمور هيدي كلها، والكهرباء والمي فقط لا غير. المرحلة الرابعة هي عودة النازحين. إذا اليوم لازم نخرب، كيف بدنا نخرب؟ من صاعد هلق ردا على كلمة تنسيق روسي تركي. اليوم صار الانفجار بين صيبين، ردت عليه تركيا روسيا مباشرة، يعني للحظة أنا شفت وكأنه الطائرات في قاعدة حميميم جاهزة للانطلاق، وكأنه راجمات صواريخ مزهرة وتستعد لإطلاق الصواريخ، وكأنه المدفعية ملقمة وجاهزة للتفجير. لحظات إسا الجنود موجودين في النقطة التركية اللي عم بتقوم بالإسعاف، كان الطيران الروسي طالع يقصف. طيب انت عم بتقول انه هدول تنظيمات ارهابيه، ليه عم تقصف المدنيين بجبل الزاويه؟ ليه عم تقصف الجيش الحر؟ ليش عم تقصف الجبل الوطنيه؟ طيب ليه عم تقصف مدينه الباب؟ ردت تركيا مباشره بقصف بالحسكه، ردت عليهم روسيا بقصف مدينه الباب، ردت عليهم تركيا مباشره بقصف تل رفعت ومرناز. اذا واضح من اليوم عمليه اشتباك، ومن انه اذا ما امطرت في ليبيا فعلى السوريين ان يحملوا المظلات. وبالتالي اليوم هناك خلاف تركي روسي يترجم على الارض، وان خلافات ليبيا تصرف على الشمال. والرساله الاقوى اللي ذكرتوها بالتقرير من ان اي خلاف في ليبيا لا توجد خطوط حمراء. منطقة دير العرفوات، منطقة غصن الزيتون، منطقة دبع السلام، هي تعتبر بالعرف التركي الروسي سابقا مناطق آمنة. صحيح. يمنع الطيران فوقها وبتوافق أمريكي. اليوم الروس عم بيقولوا لا مناطق آمنة ولا مناطق بعيدة على الاشتباك. وكلنا بنعرف انه تركيا التزمت، بدليل انه ابو الخولة لما قام بعملية جنوب المعتدف لكم السجن موجود وتم حل فصيله. فكيف تسمح تركيا لما يسمى ابو خطاب الشيشاني ان يتواجد في مدينة الباب؟ جميل، سأعود اليك بعد قليل، انتقل الى الدكتور سمير صالحة من جديد. دكتور سمير، انطلاقا من يعني انا من متابعاتي، وحضرتك طبعا اعلم بالموضوع بستمع لرايك، بس يبدو ان يعني ما التصريحات الليبي التركيه فيما يتعلق بالشان الليبي وعمليه دعم حكومه الوفاق الى ان تستعيد السيطره على سيرت الجفره، هذا الخط الطول الذي يقسم بين الشرق والغرب الليبي، تبدو جديه جدا، تذكرني بالتصريحات التي سبقت عمليه نبع السلام شمال شرق سوريا بشرق
الفرات، يعني بمعنى أنه لا رجعة عنها، ولا محادثات للسلام، ولا وقف لإطلاق النار قبل الوصول إلى هذه النقطة، وصول حكومة الوفاق إلى هذه النقاط. بناء على هذه المعطيات، إضافة لرأيك طبعا، هل هذا يعني أن الوضع قابل جدا للانفجار في الشمال السوري إذا ما قرأنا الرسالة الروسية بقصف الباب ضمن هذا السياق؟ نعم، هذا يعني ما قلت لك قبل قليل أخ أحمد عندما حدثتك أنه مسألة محاولة ربط شمال سوريا بما يجري في ليبيا، وأظن أنها رغبة روسية كما يبدو. يعني رسائل الباب في الساعات الأخيرة لا يمكن أن نفهم لها أي تبرير أو أي يعني نقطة تساعدنا على فهم ما الذي يجري. أنا وغير منطقي هذا الحديث عن أنه والله بالتنسيق مع الجانب التركي تم قصف الباب، يعني غير منطقي. لذلك أنا الآن أنتظر، وأنا ما زلت أتابع، يعني أتابع دقيقة دقيقة، هل هناك موقف تركي رسمي أم لا من الخارجية أو من أنقرة أي مسؤول؟ حتى الآن لم أرى. يعني لأنه فعلا فيها يعني عملية غير منطقية أن يكون هناك تفجير وضع في الباب وأن تكون أنقرة على علم بما يجري. لماذا مثلا إذا كان في عملية مشتركة ضد أي تنظيم أو أي مجموعات، لماذا لا تكون عملية بالتنسيق؟ لماذا هذه الاشتباكات إذن بين النظام، قوات النظام والقوات التركية؟ لا أظن إطلاقا أنه المسألة فيها تنسيق، ولا حتى أنه أنقرة على علم مسبق بهذا التصعيد وهذه الخروقات. المسألة برأيي أبعد من ذلك، هي ربما كما قلت لك مرتبطة مباشرة بمسار التطورات في ليبيا. أنت أشرت إلى نقطة أخ أحمد، أنه نعم أنقرة يعني تدعم حكومة الوفاق في ليبيا، لكن القرار برأيي سيكون لحكومة الوفاق نفسها على خط سرط الجفرة. لماذا؟ لأنه الاحتمال الأكبر إذا ما انفجر الوضع في هذه البقعة الجغرافية في ليبيا أن يحمل معه انفجار إقليمي أكبر. لذلك الآن في أكثر من موقف، أكثر من قرار، وأكثر من عملية تنسيق. الموقف المصري ما زال تصعيدي، وهناك أطراف ثالثة لها مصلحة في وقوع مواجهة تركية مصرية. مثلا فرنسا تريد كثيرا أن ترى هذه المواجهة العسكرية في ليبيا بين أنقرة وبين القاهرة. لذلك الآن عملية إعادة الخلط الأوراق في ليبيا موجودة. روسيا حصتها في ليبيا عبر فاغنر وعبر أن تحصل على استثمارات، وإلا فإنها ستلعب أوراق تملكها أيضا في الملف الليبي. إذن هنا دكتور سمير أيضا لابد أن نسأل أيضا كيف ستكون ردة الفعل التركية إن كانت الرسالة واضحة من روسيا، تصعدون تصرون على موقفكم في ليبيا، سنصعد في سوريا. كيف ستكون ردة الفعل؟ كيف ستتعاطى أنقرة من وجهة نظرك مع هذا الوضع؟ أنا كما قلنا قبل قليل فصلنا بين موضوع الباب وموضوع إدلب. الآن هذا التنسيق التركي الروسي الذي يتقدم على الأرض في إدلب مهم للغاية، لكن في نقطة أهم برأيي، أنه البرمجة التحرك في التعامل مع موضوع إدلب برأيي فيها الكثير من الثغرات. يعني ربما أنا هنا قد لا أتفق مع صديقي العميد رحال في موضوع أنه المرحلة الأولى والثانية تم إنجازها، في المرحلتين في خروقات. موضوع النصرة ما زال عالق قبل حسم موضوع هذه المجموعات المتطرفة. لا أظن أننا سننتقل إلى موضوع النازحين واللاجئين وغيرها من المسائل. لذلك عقبة موضوع النصرة وهذه المجموعات ينبغي إزالتها، وقلناها أكثر من مرة. من له مصلحة في عدم إزالة هذه المجموعات؟ هذه نقطة نقاش أيضا في غاية الأهمية. أنا لا أظن إطلاقا أنه بعد الآن أنه أنقرة ستتردد في الدخول في عملية سريعة جدا في إخراج هذه المجموعات من المشهد. لماذا؟ لأن روسيا تلعب باستمرار هذه الورقة ضد أنقرة كما نعرف جميعا. يعني أفهم من كلامك لا يمكن لأنقرة أن مثل ما بيقولوا بالعامية أن تهدي شوي اللعب، أن تخفف قليلا من التوتر الحاصل في ليبيا من أجل الإبقاء على الوضع أو على المكتسبات في سوريا؟ المسألة مرتبطة الآن بأكثر من لاعب إقليمي دخل على خط الأزمة في ليبيا. المسألة لم تعد فقط مسألة ما الذي تقوله أنقرة في الموضوع الليبي. هناك كما قلت لك أطراف من مصلحتها حدوث هذا الانفجار. أنا قلت لك فرنسا
روسيا أيضا كما قلت لك قبل قليل لها الآن حسابات ومصالح، ولذلك هي تصر على لعب ورقة فاغنر بشكل أو بآخر ضد الأطراف المحلية والإقليمية في التعامل مع الملف الليبي. أنا أشكرك جزيل الشكر دكتور سمير صالح الأكاديمي والمحلل السياسي ضيفي من إسطنبول. طبعا حضرتك مضطر للمغادرة لمواعيد أخرى، أكمل الحلقة مع ضيفي من موسكو سيد أندري أنتيكوف. سيد أنتيكوف، إلى أين برأيك تتجه الأمور طالما أنك بدأت الحديث في بداية الحلقة عن أنه لا يمكن فك الارتباط بين الملفين الليبي والسوري فيما يتعلق بالطرفين التركي والروسي؟ إلى أين ستتجه الأمور؟ ما الذي تتوقعونه من الجانب التركي بعد هذه الرسائل التحذيرية؟ أن وفقت معنا على أنها رسائل تحذيرية لأنقرة، وهل روسيا قادمة أو مقبلة على مزيد من التصعيد في شمال غرب سوريا بالعموم؟ يعني طبعا الطلبات الروسية نفسها، يعني روسيا تطلب من تركيا تعامل مع المجموعات الإرهابية، فصل ما بين الإرهابيين والمعتدلين في إدلب وغيرها، هي الطلبات المعروفة. هذا الجانب. الجانب الآخر، أنا أعتقد وأنا أتفق مع دكتور سمير صالح بأن الكل ينظر الآن إلى ما يحدث في ليبيا، ويعني في حال مشاهدة التفكك في التفاهمات في التنسيق حول ليبيا، فطبعا هذا الأمر سينعكس سلبيا على سوريا، وطبعا التصعيد سيأتي، هذه هي الحقيقة. هل روسيا ستستعمل ورقة القردية ضد تركيا؟ أنا لا أستبعد ذلك. هل سيكون هناك تصعيد بشكل عام في ليبيا؟ كيف ستستخدم هذه الورقة؟ عفوا، يعني أنا أعتقد أن الأمر سيقتصر فقط بالإرادة السورية، وطبعا روسيا ستقدم الدعم ربما المعنوي والسياسي وحتى العسكري للأكراد في سوريا. طبعا لا يمكن الحديث بأن هذا الأمر يمكن أن ينتقل إلى إرادة تركية، هذا طبعا خط أحمر وروسيا تدرك ذلك بشكل واضح. فطبعا نحن سنشاهد التصعيد الإضافي في إدلب في حال نشاهد التفكك في العلاقات أو في التنسيق حول ملف الليبي. لذلك أنا أعتقد أن الكل كما ذكرت في السابق، الكل ينظر الآن إلى ليبيا، وبعد ذلك أنا لا أعتقد أن روسيا الآن جاهزة لتقوم بتصعيد في إدلب في سوريا. وكما ذكرت في السابق، روسيا متمسكة بالتنسيق مع الجانب التركي. سيادة العميد، أعود إليك من جديد، ما رأيك بهذا الكلام؟ هل يمكن أن تصل الأمور إلى حد تبديل مواقف، دعم ميليشيات كردية نكاية بتركيا؟ يعني أول شيء أنا بعتقد اليوم الملف تعقد بشكل يعني أكبر تار من ما تصور، فوق ما نتصور اليوم الملف تعقد. يعني اليوم كنا أول شيء نقول أن هناك مشكلة ما بين مناطق درع الفرات وغصن الزيتون مع إدلب، وبالتالي الروس عم يعاملوا المنطقة بخلاف منطقة، دخل علينا ملف شرق الفرات، دخل علينا الانسحاب الأمريكي ومستمنع عودة، دخل علينا الملف الليبي أيضا. اليوم نظام الأسد لا مصلحة له لا لإيران من القبول باتفاق بوتين أردوغان، وبالتالي عملية الانسحاب اليوم عم يعاني النظام من وضع داخلي مقلق. اليوم عنده قانون سيزار، اليوم في عنده المظاهرات في السويدة، اليوم في عنده انتفاضة بحوران، اليوم عنده ملف اقتصادي ضاغط، وبالتالي العسكرة وعملية القتال وعملية القصف هي فقط من تسكت الداخل، وبالتالي يمارس ضغط على موسكو لفتح المنطقة. هون برجع لسؤال أخونا الدكتور سمير صالح بموضوع جبهة النصرة، ومن أنه ملف شائك، يعني يا ريت لو دكتور سمير يسمعني، والله روسيا أول دولة لا تريد لجبهة النصرة أن تنسحب من المنطقة. خلونا نرجع لورا شوي، أول بنت في اتفاق الأستانا في 2017 التخلص من هيئة تحرير الشام، اليوم نحن بالعام 2020. طولة البال الروسية، ما هي كرامة لتركيا؟ اليوم لازم الكل يعرف بالمناطق المحررة والأتراك، اليوم إذا شلنا جبهة النصرة وشلنا تركستان وشلنا حراس الدين، طيب اليوم
شو المبرر بقى النظام ليرجع يقصف؟ شو المبرر لروسيا كل فترة تقلع طائراتها وتقصف الشمال؟ هذا ما فهمته أنا من دكتور سمير. وتقصف إدلب وتقصف جبل الزاوية. لذلك قال الدكتور سمير أنا حسب ما فهمت هيك إنه لذلك ستسرع أو تسرع من خطواتها تركيا بحل هذا الملف، ملف التنظيمات الجهادية والإرهابية، كي لا تبقي هذه الحجة يعني لروسيا. يعني في كلام هلا عم ينحكى عن 40 كتلة 28 ب 12 ومعسكرين واحد بالباسوطة وواحد بلفيلق الشام، في كلام عم ينحكى فيه. بس اليوم خلونا ننتبه، يعني آخر قرار روسي استخدم الفيتو شو عمل روسيا؟ منعت كل بوابات الدخول إلى سوريا وتركت باب الهوى لجبهة النصرة فقط. صحيح، روسيا ما بتعرف انه باب الهوى مسيطر عليه من قبل هيئة تحرير الشام. أكيد. فقط هذا المعبر الوحيد اللي تركته. وروسيا تعلم وتركيا تعلم ونحن نعلم والمجتمع الدولي يعلم ان جبهة النصرة بتاخذ 40% من كل الاغاثات الطبية والتموينية اللي بتدخل من باب الهوى. وكلنا ايضا بنعرف انه 60% اللي بتدخل لجوا ترجع جبهة النصرة او هيئة تحرير الشام تاخذ 30% منها. يعني اليوم اذا المجتمع الدولي عم يتحدث عن 30 مليار دولار إغاثة خلال 8 سنوات، عم يتحدث عن 88% عم تروح للنظام، 12% بحدود 6 مليار دولار. يعني هال 6 مليار دولار اللي عم تدخل من بعبر باب الهواء، 3 مليار دولار عم تروح لجبهة النصرة. روسيا بتعرف هذا الكلام، والتالي هي دائما تضخ الحياة في جبهة النصرة، لا تريد التخلص منها. اليوم ما بتريد، كل مقراتها مكشوفة، وانا هون ما بعطي يعني اذن للروسي لا يقصف، كل مقرات جبهة النصرة معروفة، كل طيب مواقع. إذن بالتالي سيادة العميد، حراس الدين معروفين. مشان بس نرجع لموضوعنا اليوم، في عندنا لعبة، اليوم عندنا لعبة أكبر عم تلعبها روسيا. اليوم روسيا رغم إدراكها تماما أنه عامل وقت ليس في صالحة، والأمريكان قالوا له للروس أنتم في المستنقع وبدكم ضلوا بالمستنقع، خليكم، نحن غير مهتمين، نريد إنجاز حل. الروس بيعرفوا معه للشهر الخامس السنة الجاية لا بيكونوا تخلصوا من بشار الأسد ورتبوا أوضاع المنطقة، لا مريحين لخمس سنوات أخرى من الغرق. الروسي بيعرفوا أنه كل مصباح، كل يوم صباحا مضطر روسيا تضخ 4 مليون دولار كلفة قواتها في سوريا. وروسيا بتعرف أنه إذا ما كانت هناك أعمال عسكرية مثل مبارح، الرقم بيطلع من 6 إلى 8 مليون دولار. والروس منهكين بقانون سيزار، والروسي بيعرفوا أنه هذا النظام أصبح خرقة بالية، لا بيترقع ولا بيتشقع ولا بيتصلح. والروسي بيعرفوا أنه إيران غير قادرة على مد النظام، وبالتالي التركة الأسدية في سوريا تركة مهترئة. طيب الروس ليش عم يطول الوقت؟ ليش عم يمحكوا مع الأتراك؟ ليش عم يرجعوا بيقصفوا الباب؟ ليش عم يقصفوا المدنيين؟ ليش عم يطولوا أمد الحل السياسي؟ اليوم روسيا أمام استحقاق، والعقل الكي جي بي تبع بوتين لازم يتغير. لازم يعرف انه هالتجارة اللي عم يتاجر فيها بسوريا تجارة خاسرة، وأول خاسرين هي روسيا. يجب البحث عن حل سياسي، يجب أن يعرف أن كلفة بقاء بشار الأسد أكثر من كلفة رحيله، يجب أن يعرف أنه كل إنجازاته تصب في الجعبة الإيرانية، يجب أن يعرف أنه أمريكا وإسرائيل لن تقبل بهذا الحال لفترة طويلة. وبالتالي روسيا اليوم عليها اقتناص الفرصة، عليها التوافق مع تركيا، عليها إيجاد حل وسطي مع أمريكا، عليها البحث عن الشعب السوري وليس البحث عن العائلة الأسدية والعائلة المخلوفية والأموال، وإنتاج حل في سوريا وإيقاف القتل قبل نهاية هذا العام، لأن العام القادم لن يحمل مزيد من الانتظار. روسيا لازم تعرف شو عم بيصير بإيران، عم التفجيرات اللي عم بتصير بإيران تفجيرات مصطنعة، تفجيرات محضرة، ومن أنه عملية الاحتواء بإيران انتقلت لمرحلة المواجهة، وقد تنتقل المواجهة للقوات الروسية في سوريا. قد نسمع بعمليات في حميميم، وقد نسمع في عمليات في المواقع الروسية، وقد نسمع في عمليات في غرف عمليات الروس. وبالتالي على الروس الاتعاظ والبحث عن حل سياسي، البحث عن حل عادل، التخلص من المجرم الموجود في قصر المهاجرين في دمشق، كف ايد ايران، كف ايد حزب الله، والتشارك مع الشعب السوري لإيجاد حل في سوريا.
أشكرك جزيل الشكر على مشاركتك معنا سيادة العميد أحمد رحال المحلل العسكري والاستراتيجي، كنت معنا مباشرة عبر الأقمار الصناعية من إسطنبول. شكرا للسيد أندري أنتيكوف المحلل السياسي الروسي كان معنا عبر سكايب من موسكو. الشكر الأكبر لكم مشاهدينا على طيب المتابعة، نعود وألقاكم غدا إن شاء الله في حلقة جديدة وتفاصيل جديدة بإمان الله.